مرحبا بكم. هنا المحور الإنساني العالمي للتنمية والأبحاث، وهذه دورة العمل الدبلوماسي. يقع المقر الرئيسي للمحور الإنساني العالمي في الأردن، العاصمة الأردنية، جبل الويبدة، عمان، وهو حي هادئ معروف بكونه حي ثقافي. هنا فقط يعني بعجالة قبل أن نخوض في الدورة، أريد الإشارة إلى أن المحور الإنساني العالمي تأسس عام 2015، ويعني جاب أكثر من دولة عربية وعالمية، أقام مؤتمرات دولية، أقام أنشطة، شارك في فعاليات دولية، يحمل تراخيص رسمية في التنمية البشرية وفي الأبحاث وفي الدراسات وفي عقد هذه الدورات الإلكترونية، أي العمل الإلكتروني، وإن كان العمل الإلكتروني ما زال في عالمنا العربي يعني ليست له قوانين واضحة تضبط، لكن يعني هناك يكون الترخيص عام، مثلا عمل إلكتروني أو ما إلى ذلك. الآن دورتنا لهذا اليوم هي العمل الدبلوماسي. كلمة دبلوماسية مصطلح يوناني الأصل، انتقل إلى اللاتينية ومنها إلى اللغات الأوروبية، وأصل معناه الوثيقة المطوية، وكانت هذه الكلمة تطلق على جزء من الوثائق الرسمية التي كانت تصدر من الرؤساء السياسيين للمدن التي كان يتكون منها المجتمع اليوناني القديم، وتمنح إلى أشخاص يعني يترتب لهم بموجبها امتيازات خاصة. اتسع معنى كلمة دبلوماسية وأصبحت تشمل الوثائق الرسمية والأوراق والمعاهدات، وظل اصطلاح كلمة دبلوماسية لفترة طويلة يقتصر على دراسة مع يعني محفوظات ومعاهدات وما إلى ذلك. في أواخر القرن الخامس عشر وفي القرن أيضا التاسع عشر شاع استعمال مصطلح الدبلوماسية في بريطانيا وفرنسا، واستخدمت كلمة مبعوث بمعنى الشخص الذي يبعث بمهمة، واستخدمت كلمة سفير في اللغة الإسبانية اشتقاقا من التعبير الكنسي دبلومات بمعنى المخادع. بعد تأسيس منظمة الأمم المتحدة عام 1945 قامت اللجنة السادسة بوضع مشاريع اتفاقيات دولية لتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين الدول. تمكنت اللجنة من تجميع العرف الدولي الخاص بالدبلوماسية، وانتهت إلى وضع ثلاثة مشاريع صادقت عليها الدول، وهي أولا اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، ثانيا اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963، ثالثا اتفاقية فيينا للبعثات الخاصة لعام 1969. ونقلت معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61 المصطلح اليوناني الأصل، وعندما عربت الاتفاقية لم يعرب هذا المصطلح، وأصبح مصطلح الدبلوماسية هو المتداول بين الدول العربية والإسلامية، ويقابل مصطلح الدبلوماسي الوارد في اللغة اليونانية، كما قلنا يعني يقابل الرسول أو المبعوث في اللغة العربية، وهو أكثر دقة من مصطلح دبلوماسي الذي لا يزال غير واضح حتى عند الغربيين أنفسهم. طبعا كأي تعريف لن يكون هناك يعني تعريف واحد لشيء معين، لكن دائما الباحثين يختلفون والدارسون يختلفون. نفس الأمر ينطبق على الدبلوماسية، يعني الفقهاء اختلفوا في القانون الدبلوماسي، اختلفوا في تعريف الدبلوماسية، وذهبوا إلى اتجاهات متعددة. منها مثلا
المهمة أو السلك، أي الدبلوماسية تعني الوظيفة الدبلوماسية. أيضا منها الدهاء والكياسة، أي قدرة الشخص على أداء مهمته وتمثيل دوره وتحقيق رغباته بدهاء. أيضا من معانيها فن المفاوضة عن طريق ممثلين دبلوماسيين معتمدين لفض المنازعات بين الدول بهذه الوسيلة. أيضا هي الدبلوماسية، هناك من يعرفها بأنها علم وفن تمثيل الدول وإجراء المفاوضات عن طريق ممثلين معتمدين لهذا الغرض. وهناك من يعرف الدبلوماسية بأنها السياسة الخارجية للدولة، أي السياسة المهيمنة على سياسة الدولة الخارجية، كسياسة الحياد مثلا، إذا كانت الدولة تتبع الحياد أو عدم الانحياز أو الانحياز والحرب والمحافظة على سياسة التوازن الدولي وما إلى ذلك، يعني حسب الدولة نفسها. إذن يمكن أيضا تعريف الدبلوماسية بأنها السياسة الخارجية للدول وقت السلم، هناك يعني من عرف هذا التعريف. إذن على ضوء المهام التي تطلع بها الدبلوماسية وغاياتها والقائمين عليها، نستنتج بأن الدبلوماسية علم وفن تمثيل مواقف الأشخاص القانونية الدولية في علاقاتها الخارجية، طبعا عبر أجهزة متخصصة يطلق عليها البعثات الدائمة أو المؤقتة. ومن خلال هذا يتضح أن للدبلوماسية عنصرين أساسيين، فالدبلوماسية تتولى رعاية العلاقات الدولية لأن الدولة لا تستطيع العيش منعزلة ومنطوية على نفسها، كما لا يمكن ممارسة الدبلوماسية إلا بين أشخاص القانون الدولي، أي الدول والمنظمات الدولية. ويترتب على ذلك أن القواعد التي تحكم الوظيفة الدبلوماسية هي جزء من القانون الدولي العام، لأن القانون الدبلوماسي ليس إلا فرعا من الفروع، من فروع القانون الدولي العام طبعا. من هنا أيضا تعرف الدبلوماسية على أنها علم العلاقات بين أشخاص القانون الدولي العام، أي الدول والمنظمات الدولية، والحفاظ على مصالحها المتبادلة وفن تمثيلها وإجراء المفاوضات، أي أنها وسيلة تطبيق القانون الدولي العام. أما القانون الدبلوماسي فهو فرع من فروع القانون الدولي العام الذي يضم القواعد القانونية التي تهتم بتنظيم العلاقات الدبلوماسية بين أشخاص القانون الدولي العام. لاحظوا أننا أكثرنا من التعريفات الدبلوماسية، لأنه في الحقيقة كثرة هذه التعريفات هي أيضا تؤدي بالنتيجة إلى الإحاطة بالمفهوم، والإحاطة بالمفهوم تعني الإحاطة بطبيعة العمل. ولذلك يعني حاولنا من غير باحث، من أكثر من باحث، من أكثر من دارس من في هذا المجال، أن نصل إلى مجموعة هذه التعريفات، لنصل إلى يعني حتى المستمع أو المتابع لهذه الدورة يصل إلى فكرة محددة حول الدبلوماسية والعمل الدبلوماسي. إذن يعني للدبلوماسية مفهومين، مفهوم واضح ونقصد به ما يعني ما يقوم بين الدول والمنظمات الدولية من اتصالات ودية استقر العمل على صورة محددة لها، تمارس الدول والمنظمات الدولية من خلالها السياسة الخارجية لكل منها. أما المفهوم الثاني فهو المفهوم الضيق، ونقصد به تبادل العلاقات الدبلوماسية الدائمة فيما بين الدول والمنظمات الدولية. وتعتبر قواعد القانون الدبلوماسي فيما بين الدول من أقدم القواعد المنتمية إلى القانون الدولي العام. طبعا هذا على عكس المنظمات الدولية التي تعتبر ممارستها للعلاقات الدبلوماسية من الأمور المستحدثة. فالقواعد المنظمة للعلاقات الدبلوماسية بين المنظمات الدولية وغيرها من الدول والمنظمات الدولية قواعد حديثة النشأة، مما يجعل تدوينها من الأمور الصعبة إلى حد الآن، ولم تدون سوى القواعد المتعلقة بتمثيل الدول في علاقاتها بالمنظمات الدولية.
طبعا هذا يعني الباحث فعليا، رغم انه كلمة دبلوماسية نسمعها في اليوم آلاف المرات، إلا أنك عندما تريد أن تكون باحثا في هذا المجال ستجد إذا كنت باحثا دقيقا يعني صعوبة في الوصول إلى المصادر والمراجع الجيدة، لأنه ليس كل مصدر أو مرجع يعتد به في الحالة العلمية. إذا يعني هنا يمكن مقارنة الدبلوماسية مع بعض المصطلحات. على سبيل المثال، العلاقات الدبلوماسية والعلاقات القنصلية، رغم الاختلاف الموجود بين العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، هناك من لا يميز بينهما. فحتى لو كان من الناحية النظرية التمييز بين القناصل والدبلوماسيين أمر واضح، إلا أنه من الناحية العملية يصعب هذا التمييز، خصوصا على من لا يعلم معنى كل منهما. وعلى أي حال، فالتداخل بين هذين المجالين أمر واضح وواقع أيضا. المقصود طبعا بالنظام القنصلي أنه نظام من نظم القانون الدولي العام، غايته الأساسية رعاية المصالح الاقتصادية والتجارية للدولة ورعاياها المقيمين خارجها في حيز إقليمي محدد من خلال قنصل تقبل به الدولة صاحبة السيادة على الحيز الإقليمي المشار إليه، وطبعا تمكنه من خلال هذا القبول يعني القيام بمهمته وممارسة بعض الاختصاصات في مواجهة يعني فيما يتعلق برعاية دولته. القانون القنصلي هو مجموعة القواعد القانونية الدولية المبينة لمهام القناصل والمركز القانوني للقنصل ومعاونيه، إذ يقوم برعاية مصالح رعايا دولته المقيمين في مكان معين غير خاضع لسيادتها. أما القانون الدبلوماسي مثل ما يعني قلنا سابقا، فهو مجموعة القواعد القانونية الدولية المنظمة لما ينشأ عادة بين الدول بعضها ببعض أو بينها وبين المنظمات الدولية من علاقات. إذن هناك أيضا يمكن أن نتحدث عن الدبلوماسية والتفاوض. كثيرا ما يخل يعني يتم الخلط بين الدبلوماسية والمفاوضات في تعريف الدبلوماسية. والحقيقة يعني إذا جاز ذلك، في عصور تطور الدبلوماسية بسبب الاتصال الوثيق بينها وترادف معناهما، وذلك لم يعد مقبولا في الوقت الحاضر لتطور الدبلوماسية بوصفها فنا وعلما. فقد يوجد مفاوض ناجح يعني يحمل بعض صفات الدبلوماسي ووظائفه الأخرى، وقد يوجد دبلوماسي مؤهل لإعداد التقارير ورعاية المصالح وصياغة المعاهدات الدولية، ولكنه لا يجيد فن المفاوضات. يعني ليس المقصود أنه ليس كل مفاوض دبلوماسي بالضرورة أو كل دبلوماسي مفاوض جيد بالضرورة، هذا المقصود طبعا. لو انتقلنا أيضا إلى الحديث عن الدبلوماسية والحرب على سبيل المثال، إذا كان مفهوم الدبلوماسية يختلط بمفهوم المفاوضات، فذلك لا يعني أن الدبلوماسية لا يمكن تطبيقها إلا في حالات السلم، بل الدبلوماسية تطبق في حالة الحرب. فرغم الحرب أن الحرب يعني تؤدي إلى قطع العلاقات الدبلوماسية، إلا أنها إحدى الوسائل المنظمة للحرب، لأن إعلان الحرب وعقد الاتفاقات المتعلقة بإدارتها وما هو محرم من الأسلحة وما هو جائز وتحديد المناطق المأمونة وتسليم الأسرى ووقف القتال والهدنة والصلح وتبادل الأسرى وغير ذلك من قواعد القانون الدولي الإنساني التي لا يمكن تطبيقها إلا بالطرق الدبلوماسية المباشرة أو بواسطة دولة أو منظمة دولية. فالدبلوماسية وسيلة تستخدم في النزاعات المسلحة طبعا وقت السلم. الدبلوماسية مثلا على سبيل المثال، لو انتقلنا إلى الدبلوماسية والسياسة الخارجية، لا تضع الدبلوماسية أسس السياسة الخارجية، وإنما تنفذها وتوضحها. يعني على غير الخطأ الشائع أنه الدبلوماسية، لا، الدبلوماسية لا تضع، الدبلوماسية تنفذ السياسة الخارجية،
السياسة الخارجية تحدد النقاط الرئيسية الخطط السياسية التي تقرر الدولة اتباعها في علاقتها مع الدول الأخرى. يعني السياسة الخارجية مسألة تقررها الدولة وليس الدبلوماسي، أما الدبلوماسية فوسيلة تنفيذ هذه السياسة، طبعا يعتمد تطبيقها على الوسائل المتوفرة. إذن فالدبلوماسية والسياسة الخارجية عنصران يكمل كل منهما الآخر، فلا تستطيع الدبلوماسية أن تعمل بدون السياسة الخارجية، كما يتعذر تنفيذ السياسة الخارجية بدون الدبلوماسية. طيب، أحيانا تقطع العلاقات الدبلوماسية بين الدول، لماذا تقطع هذه العلاقات الدبلوماسية؟ نسمع الدولة الفلانية قطعت علاقاتها مع طبعا إذا حدث حالة عدوان، أو هناك أسباب سياسية وأيديولوجية أيضا بين الدول، قد تقع هذه الأسباب. أيضا اعتداء إحدى الدولتين اللتان تتبادلان التمثيل الدبلوماسي على دولة أخرى، فعندئذ يتم قطع العلاقات الدبلوماسية. أيضا حالة التدخل في الشؤون الداخلية لدولة معينة، مثلا هذه الحالات عندما قطع العراق علاقاته الدبلوماسية مع بريطانيا سنة 1971، حيث اعتبر التدخل البريطاني في شؤونه الداخلية عملا عدوانيا. ومن هذه الحالات قطع العلاقات الدبلوماسية بين مصر والاتحاد السوفيتي سنة 1971 بسبب تدخل هذا الأخير في الاختصاصات الداخلية لمصر. مثلا قطع العلاقات الدبلوماسية بسبب الإخلال بقاعدة قانونية دولية وما إلى ذلك. هذا القطع بشكل انفرادي إثر يعني الإخلال بالتزامات دولية أو ما إلى ذلك. طيب، الآن يعني يمكن أن نقول أنه طب ما الذي يترتب على قطع هذه العلاقات الدبلوماسية؟ حددت المادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 61 الآثار التي تترتب على قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين والاستدعاء المؤقت أو الدائم لإحدى البعثات طبعا، وتنص على ما يلي: يجب على الدولة المعتمد لديها حتى في حالة وجود نزاع مسلح احترام وحماية دار البعثة وكذلك أموالها ومحفوظاتها. يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحراسة دار البعثة وأموالها ومحفوظاتها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها. يجوز للدولة المعتمدة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح مواطنيها إلى دولة ثالثة تقبل بها الدولة المعتمد لديها. كما أشارت المادة 46 من هذه الاتفاقية إلى رعاية المصالح في حال انعدام التمثيل الدبلوماسي لأي سبب من الأسباب، وتنص على أنه يجوز للدولة يعني المعتمدة بناء على طلب دولة ثالثة ليست ممثلة لدى الدولة المعتمد لديها، وبعد الحصول على موافقة هذه الدولة الأخيرة، أن تتولى مؤقتا حماية مصالح الدولة الثالثة ورعاياها. طبعا بالعادة قطع العلاقات الدبلوماسية كما تعلمون يؤدي إلى تعكير صفو العلاقات الدولية، يعني لأنها تقضي على كل وسيلة تفاهم بين الطرفين، وبتنهي المنفذ الطبيعي اللي العالم دائما تتفاهم من خلاله. طيب، احنا الآن يعني اتبعنا يعني سنة في كل يعني دورة من هذه الدورات، أننا نطرح مجموعة من الأسئلة ونطرح إجاباتها بنفس الوقت لتكون كأنها تذكير بما يعني طرح. وهي الأسئلة في العادة تكون على شكل اختيار من متعدد. مثلا السؤال الأول: كلمة دبلوماسية مصطلح يوناني الأصل انتقل إلى اللغات الأخرى وأصل معناه: ألف الرجل الطيب، باء الكتاب المفتوح، جيم الوثيقة المطوية، دال الباب الواسع. طبعا الجواب جيم الوثيقة المطوية. طيب، استخدمت كلمة سفير في اللغة الإسبانية اشتقاقا من التعبير الكنسي دبلومات بمعنى: ألف المخادع، باء الطيب، جيم السريع، دال المثابر. طبعا الجواب ألف المخادع.
السؤال الثالث من المعاني الإصطلاحية للدبلوماسية: ألف المهمة، باء الدهاء والكياسة، جيم فن المفاوضة، دال جميع ما ذكر. نعم الجواب دال جميع ما ذكر. السؤال الرابع: يمكن وصف الدبلوماسية بأنها ألف تضع أسس السياسة الخارجية، باء تضع أسس السياسة يعني الداخلية، جيم وسيلة تنفيذ السياسة الخارجية، دال جميع ما ذكر. لا هي الجواب جيم وسيلة تنفيذ السياسة الخارجية. السؤال الخامس من أنواع الدبلوماسية: ألف الدبلوماسية السرية والدبلوماسية العلنية، باء دبلوماسية تمثيل الدول، جيم دبلوماسية المؤتمرات الدولية ومؤتمرات القمة، دال جميع ما ذكر. طبعا الجواب دال جميع ما ذكر. شكرا لكم وإلى اللقاء.